وهنعمل بقى وصفة جميلة كمان من الوصفات الحلوة قوي. في ناس كتير بتحب العجة أو محبة لأصناف العجة عموما، سواء بالقرنبيط أو بغير القرنبيط. إحنا النهاردة هنعملها بالقرنبيط عشان نقول للناس اللي بتحب العجة بالقرنبيط إحنا عملنا وصفة جميلة بيها، وسريعة وسهلة وبسيطة إن شاء الله تعجب حضراتكم وتجربوها. طبعا هنعمل مع بعض العجة بالقرنبيط، وهنزل مقاديرها دلوقتي وإحنا شغالين. يلا بينا نزل مقادير العجة يا شباب. عجة القرنبيط، بصوا يلا بينا ننزل هنا اهي. معانا قرنبيط مسلوق، وطبعا هنقطعه بقى بالطريقه اللي تريح حضراتكم. ومعانا حوالي بصلايه مفرومه، ومعانا فلفل رومي، ومعانا فلفل حار، ومعانا كزبره خضراء مفرومه، ومعانا زيت نباتي، ومعانا ثوم مفروم، وكمون، وكزبره جافه، وخمس بيضات، ونص كوباية لبن، ونص كوباية دقيق، ورشة بيكنج باودر، وسبع بهارات وملح وفلفل اسود. وصفة جميلة جدا. عايز يضيف شوية كزبرة بقى جافة براحته، يعني زي ما حضراتكم تحبوا. طيب تعالوا بقى كده نشوف، احنا هنا بنحمر باقي القرنبيط. هعمل الوصفة دي طريقة جميلة جدا في بولة. بصوا كده، بسم الله. حط البول هنا. معانا مين؟ معانا مدام سهير. يا اهلا وسهلا. صباح الفل على صباح الفل مدام سهير حبيبتي، اهلا بيكي. اشكرك على الحلقه الجميله بتاعت القرنبيط دي. الله يخليك يا فندم، تسلمي. وعايزين بقى صينيه القرنبيط جميله. هنعملها من عينينا عشان بقى السكر وكده، وتبقى ايه ما فيهاش اللي هو الدخن العادي. حاضر يا حبيبه قلبي، والف سلامه على حضرتك. حبيبتي تسلمي. القرنبيط منور كده يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي كلك ذوق يا مدام سهير. شكرا لحضرتك. تسلم ايدك ويسلم ذوقك. تسلمي يا فندم، شرفتيني ونورتيني. شكرا لحضرتك ولمكالمتك حبيبتي. طيب نقلب كده، بصوا. الله الله، قرمشه قرمشه يعني. ناخد كده، بصوا القرنبيطه على حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، بس حبيت اعملها وحدات كبيره عشان تبان في التصوير قدام حضراتكم بالتفاصيل يعني. خلاص بس كده اهو، شايفين الجمال. احلى حاجه بصوا لون القرنبيط اللي احنا سلقناه جميل ازاي، حافظنا عليه. بصوا حطيناه في الميه والتلج، وبعدين ما بيبقاش مهري، بيبقى ماسك نفسه ازاي. شايفين لونه جميل ما شاء الله وماسك نفسه. طيب انا دلوقتي بقى هنا بجهز البيض. عايزه كده اخد ايه، شوكه، وهحتاج الويسكات طبعا. يا ريت حد يتابع معاه. ايوه تسلم ايديكم، اشيل لكم دي عشان ما تضايقكوش. ايوه ادي القرنبيط اهو، تسلم ايديكم. هنحط كده رشه ملح مع البيض، طبعا البيض حسب ما حضراتكم عايزين، كمية اللي مناسبة واللي متاحة عندكم. رشة فلفل، عندي الثوم المفروم، وعندي بصل، وناخد أم إسلام حبيبتي. صباح الفل حبيبة قلبي. صباح الهنا عليك يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا روحي. مش قادرة أقول لك قد إيه حبيبتي. أنت أكتر، ربنا يخليكي يا رب. أنا مش عارفة أتلم عليكي خالص. أنا أهو، أنا هنا وانا اهو منوره الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي. معلش انا جايه يا دوبك فاتحه، لسه راجعه من المستشفى والله. بعد الشر عنك يا قلبي. خير ولا ايه يا حبيبتي؟ ايه الحمد لله اهو، بعمل اشعه وكده الحمد لله. ربنا يطمنا عليكي وما نشوفش حاجه وحشه فيكي ابدا ابدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بقول لك الحلو ما بيعملش الا الحلو والله. يا روح قلبي انت والله، وحياة ربنا ده انت يعني الحلو. انت فعلا كل حاجه بتعمليها جميله، تسلم ايدك والله. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي يا حبيبه قلبي على كل وصفاتك الجميلة، وعلى البلوبيف التحفة يا عظيم. عملتيه وحياتي. طمنيني. تحفة. ده تسلم ايديكي انتي. اقول لك قد ايه. تسلم ايديكي انتي والله. لا تسلم ايدك وتسلم تعليمك والله. الله يسعد قلبك حبيبتي، كتر ربنا خيرك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يا رب يحبب فيكي خلقه يا رب كمان وكمان. امين يا رب العالمين. دي نعمة كبيرة، انا اكتشفت ان دي نعمة كبيرة قوي يا ام اسلام. حبيبتي والله فعلا. الناس كلها بتحبك والله يا عظيم. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمه حبيبه قلبي. تسلميني، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ولا من محبتكم. بصوا حطيت الكزبره. شكرا ليك يا ام اسلام الغاليه، والف مليون سلامه عليك يا حبيبه قلبي. بصوا كده هنشيل بقى ده،
شويه الحاجات اللي ملهاش ثلاثه لازمه دي، ونطلع كده شويه القرنبيط الحلوين دول عشان ما نسيبهمش ايه يتحمروا زياده. بصوا الجمال بقى، بسم الله. بتشخلل فيها عشان تبقى جميله كده واموره، هي اموره لوحدها سبحان الله. القرنبيط ده جميل. عايزين نتكلم عن البروكلي بقى. كده ما هو البروكلي ده من عائله القرنبيط برضو. عايزه اقول لكم القرنبيط ده اللي كل ما هو يميل الى اللون الاخضر الداكن هتلاقوه اعلى في نسبه مضادات الاكسده بتاعته جدا. لكن وهو كمان بيساعد في الوقايه من السرطانه، وبيعزز الانسولين، يعني نسبه الانسولين اللي بتتفرز في الجسم هو بيعززها بشكل كويس. بصوا كده هنقلب هنا، وبعدين هاخد بقى القرنبيط ده. عايز اقول لكم طارد للسموم بشكل كويس، مفيد جدا. ناس كتير بتستخدمه مش بس في لانه غني بالالياف والبروتين، فبيستخدموه كتير في الدايت، وفي نسبه بوتاسيوم حلوه كمان. بصوا كده البروكلي انا بحبه يمكن اكتر شويه من القرنبيط، بس القرنبيط يعني ليه محبيه برضو. بس بصوا عايزه اقول لكم رائع، تسلم ايديك وتسلم التصوير والله. بصوا عايزه اقول لكم بقى، اي حاجه فيها الياف هي مفيده جدا للجهاز الهضمي حقيقي، لان هي بتمنع الامساك. الناس اللي بيحصل معاها مشاكل في الهضم وكده بتحافظ جدا على صحه الجهاز الهضمي، بتقلل خطر الاصابه بسرطان القولون، وده مهم جدا نخلي بالنا منه. مش بس شرب الميه، احنا لازم ناخد حاجات تدعم وتزيل السموم بجد اللي في جسمنا بشكل او باخر على فترات. بصوا انا بعمل كده القرنبيط، يعني بالشكل يريحكم على قد القطع اللي انتوا عايزينها. ممكن تعملوها اصغر من كده اكبر من كده زي ما تحبوا. خليني اخد بايركس كده، ممكن ناخد البايركس ده. ده خلاص بقى بعيد قوي كده، بعيد عني فما تخيلتش انه يبقى هنا كده. الازرق جميل. بصوا كده ناخد كده، بسم الله، ونقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ده احنا عملنا، ممكن تضربوا الخليط ده في الخلاط، بس انا ليه قصدي ان يبان فيها الكزبره ويبان فيها الحاجه علشان نستفيد منها، يعني ما نبقاش ايه خرطناها وقطعناها اتضربت بقت بيوريه يعني ناعمه كانها ميه كده. طبعا احنا اتفقنا ان القرنبيط ده مسلوق في ميه ومتطعم بيه رشه ملح وكمون، وتحط له شويه لبن عشان نحافظ على بياضه كده. واتفقنا ان الكمون من الحاجات، ليه بنحط كمون؟ مش بس عشان الغازات، لا، قلنا علشان هو من الحاجات اللي بتساعد على امتصاص الحديد جوه من القرنبيط نفسه، فالكمون مهم في كده، مش بس عشان الغازات والحاجات دي، عشان نقدر نمتص الحديد اللي جوه القرنبيط. بصوا شايفين الجمال ده، كفايه. ممكن ايه ناخد الوحدتين الصغننين دول كمان. العجه دي جميله، ممكن تتعمل اقراص صغنونه كده، بتبقى حلوه قوي وبتتحمر. بس طبعا احنا عايزين نعمل حاجات برده في الفرن هيلثي كده وخفيفه برده، ما تبقاش حاجات متحمره بزيوت كتير عشان اصدقائنا اللي بيتضايقوا من حاجات اللي متحمره. وهنبدا ناخد الخليط ده، باقي لي فيه بس رشه الملح والفلفل، وهقلب كده وهنزل بالخليط ده على القرنبيط زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. شايفين ازاي؟ وهندخلها الفرن حرارة 180 على الشبكة في النص. وتعالوا ايه نشيل دول كده وننظف حوالين المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بقيت حوالين البايركس كده، وندخله بقى فرن دلوقتي مع بعض على الشبكه في النص.
هاخد له مثلا 15 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. بسم الله اهي. وتعالوا بقى بينا نستسمح حضراتكم، نسيب العجه بتاعتنا وتعالوا نطلع لاستراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا مع حضراتكم.